صباح الخير، حبيت أوريكم الجدول الشهري اللي أنا بعمله لنفسي كل شهر، عشان مفيش حاجة في حياتي تقع عن حاجة تانية. فده الديلي روتين، يعني كل يوم الحاجات اللي أنا بعملها كل يوم. ده شهر أكتوبر من 1 لـ 31 أكتوبر. دي الحاجات اللي أنا مفروض أعملها كل يوم، مش شرط بنفس الترتيب، لكن تقريبا يعني بالترتيب. ان انا بصحى الصبح لازم البس هدومي واظبط نفسي واظبط السرير بتاعي واشرب القهوة بتاعتي واقرا قرآن، وهنا دي الاجزاء اللي مفروض اعملها. انا طبعا بادية سايكل جديدة من القرآن، فبادية من الجزء 1 للجزء 30. كده انا بختم القرآن مرة كل شهر، اقرأ ريكورد فيديو ليكم، كول ان انا بكلم والدتي وبكلم حد من اصحابي، بكتب اكسرسايز، بروق البيت، بكنس، بمسح، بعمل اللوندري، بنظف الحمامات كل يوم عشان حالتها ما تتبهدلش خالص، بتعلم حاجة. انا بحب الرسم، فبقعد ارسم قبل ما انام، لازم يعني ادي كده تظبيطة كده سريعة للبيت، وعندي روتين مسائي لازم اعمله. ده الروتين اليومي والحاجات اليومية اللي انا بحب اعملها، ودي ايام الشهر على حسب الشهر اللي انا فيه بغيره. وكل اسبوع، كل يوم من ايام الاسبوع مخصصة لحتة معينة في البيت. يعني مثلا يوم الاثنين ده بيبقى يوم اوض النوم، بظبط اوض النوم وبنظفها وبغير الملايات. كل اسبوع، كل يوم اثنين ده اوض النوم، سواء اوضه النوم بتاعتي او اوضه النوم بتاعت الاولاد. يوم الثلاث ده الليفنج روم، برضو بنظفها وبظبطها وبتنظيفة زيادة شوية. الاربع ده يوم الحمامات. انا بظبط الحمام كل يوم تقريبا، لكن يوم الاربع بديله يعني اهتمام اكبر شوية. يوم الخميس ده لتنظيف المطبخ. كل يوم بنغسل المواعين، كل يوم بننظف البوتاجاز، كل يوم بنمسح الكاونترز، لكن يوم الخميس بتبقى تنظيفة زيادة شوية. بنظف الحتت اللي هي صعبة، اللي ما بتتعملش بشكل دوري. يوم الجمعة ده للمكاتب، مكتب جوزي، مكتبي، المكاتب بتاعت الولاد. بنظبط، بنشوف اي اوراق محتاجة تترمي، اي حاجات محتاجة تتحط في فايلات، كل الكلام ده. يوم السبت للسفرة، ويوم الحد ما بحطش بقى حاجة، يعني ما فيش حاجة في يوم الحد. ده بيبقى يوم ان احنا بنخرج فيه، يعني يوم كده فري. هنا حاطة سطرين لو في حاجة مهمة في الشهر ده ولازم افتكرها، عيد ميلاد حد عزيز عليا، ميعاد مهم، ميعاد دكتور، ميعاد اي حاجة. والجدول ده بيساعدني كتير قوي ان انا اظبط حياتي، ومفيش حاجة تقع في النص، يعني بيخليني على التراك. وكل حكاية ان انا بطبع الورقة دي مرة في اول الشهر. مش شرط ان انتوا تعملوا حاجة زي كده بالتفصيل دوة، ولكن ان انتم تعملوا لكم روتين يومي تحطوا فيه الحاجات اللي مفروض تحطوها كل يوم، الحاجات اللي نفسكم تداوموا على ان انتم تعملوها كل يوم، حاجة تفكركم بالمهام اللي لازم تعملوها. هنا ممكن تحطوا اي حاجة نفسكم تعملوها. لو في وقت مذاكرة، كان في فترة من الفترات كان في حاجات تانية موجودة هنا هو غير المهام دي، لان كانت فترة معينة مركزة على حاجة معينة، فكان لازم اهتم بيها اكتر واكتر. كل ما جيت قدام مهمة من المهام دي وعملت
علامة صح، كل ما بحس ان انا انجزت حاجة في يومي وخلصت حاجة في يومي، وده بيكون شيء uplifting، يعني عارفين حاجة كده، يعني بتحسس الواحد ان هو ايه، ايه ده، انا انجزت، انا يومي ما كانش فاضي، انا يومي ما خلصش بدون ما اعمل اي حاجة. ولما الواحد يشوف ايه اللي ما قدرش يعمله، بعرف يمكن انا حاطة في يومي حاجات زيادة شوية عن اللي اقدر اعمله، او عندي مهام تانية، او عندي حاجات تانية مفروض اعملها. ده الجدول اليومي اللي هو الخاص بالبيت. طبعا انا عندي بلانر او عندي اجندة بحط فيها الحاجات اللي هي متعلقة، اذا كان في شغل، اذا كان في مهام تانية خارج المهام الروتينية اليومية، يعني دي ليها اجندة تانية وبستخدمها عادة الحاجات اللي هي متعلقة بالشغل او بالكارير. يعني حبيت اشارككم في عجالة، واحنا النهاردة يوم 2 اكتوبر، طبعا انا ما عملتش امبارح حاجة من الحاجات دي، فالنهاردة قلت لا، مش هسمح ان الشهر يعدي كده وانا سايبة الموضوع، لازم ارجع تاني on track، لان انا كنت راجعة من السفر، فطبعا ما كنتش بتبع الديلي روتين دو على ما ريحت من السفر وريحت اعصابي وظبطت شوية حاجات في البيت.